أنت لا تحاول حتى التنافس معي، سوف أهزمكم بالطابة. متأكد؟ سوف نتحقق من ذلك. انظر. كي. أوبس، ساقي. إذن أمسك. شكرا على الأوريو، على الرغم من أنني توقعت شيئا أفضل. هذا هراء كامل. الآن سوف أريكم كيفية الركل. لنبدأ. هل رأيتم؟ حصلت على حزمة كاملة من المندمز. رائع. نعم رائع، لكن أريد شيئا أروع. أنا أعرف كيف أصل إلى علامة 100. انظروا. ما رأيكم بهذا؟ رائع. أستطيع بالفعل سماع جبل من الكتكات يمطر علينا. أوه، أنا نحن. لا أعرف، لكن سيكون ممتعا بالطبع. كوينتن لا تلمس. اللعنة، حصلت على أصغر حصة من الجبن. المعكرونة فقط هكذا مملة. وأنا لدي الكثير من الجبن، فقط انظروا كم أنا محظوظ. أنا لدي أكبر حصة من الجبن. يا رفاق، أنا الوحيدة المحظوظة هنا. لكن أنا من سيجرب المعكرونة أولاً، لأنني الأقل حظاً على أي حال. لكن قبل تناول المعكرونة والجبن، يجب إذابة هذه الجبنة. ولدي مشعل، سوف يساعدني على ذلك. أوه، ماذا فعلت؟ يبدو أنني أفرطت في الأمر قليلاً. علي أن أكل المعكرونة المغطاة بالفحم الآن. حسناً، على الأقل هي طعام. كوينتن، أنت التالي. أخيراً، أحتاج إلى معرفة كيف سأذيب هذه الجبنة. لا أعرف حتى من أين سأبدأ. من المشعل، خذ. لا شكراً، سأحصل على شيء أقل قابلية للاشتعال مثل مجفف الشعر. ممتاز، الآن الجبن جاهز للأكل. حان الوقت لتناول الطعام. كيف يمتد؟ يبدو لذيذ. والطعام ببساطة مذهل. هذه المعكرونة لا تقاوم. أريد أن أكل وأكل. كم هي الشهية؟ مايلي، ماذا تنتظري؟